تقول: سماحة الشيخ، ما هي عقيدة المسلم فيما يقع من أو فيما خالف إجماع المسلمين ونادى بالتقريب بين الأديان والحضارات والوسطية من وجهة نظره؟ هذا فيه تفصيل. مسألة المصالحة مع الكفار في أمور الدنيا، مصالح الدنيا، مسألة المصالحة جائزة مع الكفار، قد صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم، صالح اليهود عندما قدم المدينة وعقد معهم العهد، وصالح المشركين في الحديبية، صالحهم. يجوز للمسلمين أن يصالحوا الكفار إذا كانت المصلحة للمسلمين، وكان المسلمون بحاجة إلى الصلح مع الكفار، لا بأس بذلك. الحالة الثانية، المصالحة التي تعني أن نتنازل عن ديننا وأن نرضي الكفار على حساب ديننا حتى يرضوا عنا وحتى يعطونا من المال كما يظن بعض الناس، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز على حساب الدين أبدا. وديننا حق ودينهم باطل، كيف نسوي بين الحق والباطل؟ هذا لا يجوز. كيف يسوى بين الإسلام والكفر؟ ما يجوز ذلك.